طيب نروح بقى الخبر حلو شويه. يلا خبر حلو شويه وهو خاص بموسيماني زي ما كنا اصلا بنهوى في السوشيال ميديا. كشف عنه موقع الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء اللي اعلن عن جوائز الافضل في القاره الافريقيه لعام 2021. موسيماني نال فيها جائزه افضل مدرب على مستوى الانديه في 2021، وده طبعا عقب فوزه مع الاهلي بلقبي هنا دوري الابطال، دوري ابطال افريقيا والسوبر ايضا الافريقي. كمان توج محمد صلاح، وده خبر تاني حلو، بجائزه افضل لاعب في افريقيا عام 2021. والسنغالي ادوارد ماندي حارس تشيلسي الانجليزي حصل على جائزه افضل حارس في افريقيا بعد تالقه والتتويج بلقب دوري ابطال اوروبا بالموسم الماضي. اما طبعا رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي فاز بجائزه افضل صانع العاب في افريقيا، وحصل ايضا جمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر على جائزه افضل مدرب على صعيد المنتخبات في افريقيا، وغيره وغيره من الجوائز يعني اللي عادتنا. لكن طبعا احنا يهمنا جدا ان احنا بنتكلم عن موسيماني واكيد كمان محمد صلاح، فيعني خبرين كانوا حلوين جدا واكيد اسعدونا. وانا مبسوطه جدا كمان باختيار على فكره باتشو موسيماني، مدرب مختلف ومتالق فعلا منذ قدومه للنادي الاهلي، هو محقق يعني نتائج على الارض اكثر من رائعه رغم تشكيك البعض فيه، لكن كتير اراء اختلفت بعد كده، كتير اراء بقت مسانده وداعمه ليه، وده اللي بنتكلم فيه الصوره على الارض هي اللي بتحكم في الاول وفي الاخر. فخبر حلو للاهلاويه جدا. التفصيلة اللي انت بتتكلمي عليها امبارح كنا بنتكلم في حاجه قريبه منها، فكره ان الجماهير برضو ايه ما تفهميش ده طبع الجماهير، ده عادي منطقي ولا ده خاص بينا احنا بس. يعني ايه المدرب يعمل شغل كويس، اللعيبه تعمل شغل كويس، يعملوا نتيجه مبهره في مباراه من المباريات، يشيلوا المدرب فوق كتافهم معنويا يعني بشكل مجازي. ماتش ما كانش الاداء، واصبرنا عليه اصبرنا عليه، لو الماتش نص نص اتفرجي بيتقطع هو او غيره، مش بنتكلم على موسيماني. فبرضو دي سمه غالبه على اغلب الجماهير.